حبيبي يا هيما، مبسوط جدا ان انا معاك طبعا، ومتشرف ان انا معاك النهارده ربنا يعزك انا حبيبي. اكتر ومشرفنا ومنورنا. ربنا عايز يخليك. ابتدي معاك بقى على طول، مين اكتر لعيب عجبك في ماتشين ليبيا؟ اكتر لعيب عجبني في ماتشين ليبيا، يعني بعد عودة كبيرة، انا في رأيي انني طبعا بعد عودة، بعد يعني فترة كبيرة بعيد عن المنتخب، عجبني النني طبعا في أدائه في الفترة اللي فاتت. عجبني أحمد أبو الفتوح الماتش التاني أكتر، عجبني أكتر في الماتش التاني. أكرم ماشي كويس في الماتشين دفاعيا بشكل كويس، يعني في لعيبة كتير برضه كانت ماشية. مصطفى يعني كمان رجع لمستواه، ورجع فرود مصر اللي هو المحطة اللي بنعتمد عليها، اللي بيلاعب الناس اللي تحتيه كلهم بسم الله ما شاء الله. طبعا مع عمر مرموش الوجه الجديد، اللعيب الجريء اللي انا أي يعني انا بيعجبني شخصيات اللعيبه ديت في الملعب. أنت يعني كنت كده على فكرة، انا حابب شخصيه عمر اللي هو لعيب جريء، عندك الجرأة، عندك بياخد ويروح وما القرار يعني. ما بيهموش. في لعيبه كتير جدا بتبقى صغيره في السن، بيفرق معاها في بداياتها اللي هو مش صاحب قرار، اللي هو بيبقى عايز يخدم على الناس، على النجوم اللي موجوده، لكن هو عنده حلول في الملعب، وشخصيته هي اللي فرقت يعني الفتره اللي فاتت. لو احنا بنتكلم او لو انت بديت كلامك ان النني هو كان افضل لعيب في وجهة نظرك في ماتشين ليبيا، انت تمام. مع الثنائيه اللي عاملها كيروش انه النني وجنبيه السوليه دي افضل حاجه لمنتخب مصر؟ هي مش في كل الماتشات، يعني انا مش في كل الماتشات ممكن ما تلعبش كده، بس يعني طبعا هو النني بيستريح جدا اما بيلعب هو ستة، بيبقى ايوه واقف فاللي في مكانه الستة التاني طارق حامد، واحد من احسن لعيبه في قاره افريقيا في الفتره الاخيره. بس في الاول وفي الاخر طبعا هي وجهه نظر الراجل. صحيح الراجل يعني اي حد هيلعب جنب النني او طارق بيتهيأ اللي هينجح، هو هينجح اكتر ما هيبقى هما الاثنين. لو هما الاثنين ثنائيه، النني لما بيلعب في الحته اللي قدام بيبقى مردوده اقل، لكن هو في نص الملعب في اللي هي رقم ستة ديت، بيتهيأ لي النني بيفرق كتير جدا في الباص والحاجات القصيره، نفس الشغل اللي بيعمله طارق. ايوه فهما الاثنين للاسف يعني مكان واحد، يعني اه هي محيره شويه يعني.